الجامعة تحتفل باليوم السنوي لتقنية المعلومات وتطلق العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة تحت عنوان تقنيات ذوي الاحتياجات الخاصة. كلية علوم الحاسب والمعلومات تنظم الندوة الوطنية الرابعة للمعلوماتية. مبادرة حياة عنواناً لاتفاقية تعاون بين الجامعة ووزارة الداخلية. الجامعة تنظم الملتقى العلمي السنوي الأول لطلاب وطالبات الدراسات العليا بمشاركة 20 قطاعاً حكومياً ومؤسسة زراعية. كلية علوم الأغذية والزراعة تنظم يوم المهنة الثامن. تقنيات الرسمدة الدقيقة ورشة عمل ينظمها كرسي أبحاث الزراعة الدقيقة. أستاذ زائر يحاضر في قسم الهندسة الكيميائية. أعزائي أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في تقرير أسبوعي مصور جديد من جامعة الملك سعود. تحت رعاية معالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر، نظمت عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات احتفال الجامعة باليوم السنوي لتقنية المعلومات. دشن الحفل وكيل الجامعة الدكتور عبد العزيز الرويس بحضور وكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات الدكتور عبد القادر الفنتوخ ومدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسر المهندس علي آل صمع وعميد التعاملات الإلكترونية والاتصالات الدكتور عصام الوقيت وعدد من قيادات الجامعة ومنسوبيها. بدأ الحفل بعرض فيلم تعريفي عن إنجازات عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات، وألقى الدكتور عصام الوقيت كلمة أكد فيها أن جامعة الملك سعود تلعب دورا رياديا لتحقيق توجه المملكة نحو التحول إلى التعاملات الإلكترونية في عالم يعيش عصر المعلومات لتصبح أول جامعة عربية في هذا المجال. وتحدث وكيل وزارة التعليم العالي للتخطيط والمعلومات الدكتور عبد القادر الفنتوخ عن حرص واهتمام الوزارة بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية لتنفيذ مهامها وتحقيق أهدافها. إن مشاركة الوزارة اليوم لهو تعبير على حرصنا على تشجيع المبادرات التقنية الناجحة والمفيدة، إذ إن وزارة التعليم العالي تولي اهتماماً كبيراً بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية لتنفيذ مهامها وتحقيق أهدافها أو في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، وحيث كانت الوزارة أولى الوزارات التي نشرت موقعاً إلكترونياً عام 1416 هجري، فإنها وإلى اليوم ولله الحمد لا تزال في مقدمة الجهات الحكومية التي تحقق تقدماً ملحوظاً في هذا المجال. إن الترابط الموجود حالياً بين الوزارة والجامعات في مجال تبادل البيانات والإحصاءات وفي مجال معاملات الندوات والمؤتمرات ليفتح الطريق أمام تعزيز التعاون ورفع جودته وسلاسته، ولعل منظومة سفير الإلكترونية مثال آخر على المبادرات التطويرية الناجحة ولله الحمد، حيث تربط الدارسين السعوديين بالخارج والذين يبلغ عددهم اليوم 148,192 طالباً وطالبة متوزعين في 65 دولة، تربطهم بالملحقيات الثقافية وبالوزارة وتقدم لهم كل الخدمات التي يحتاجونها سواء أكانت دراسية أو إدارية أو مالية، وتمكن الملحقيات الثقافية والوزارة من الإشراف والمتابعة وسرعة الاستجابة واتخاذ القرارات والتخطيط والتحليل والتصويب وبناء على بيانات أساسية وتشغيلية دقيقة. كما أن المنظومة اليوم ارتبطت وإلى هذا اليوم ب 92 جهة ابتعاث مختلفة للتعامل مع الموظفين المبتعثين. وتحدث وكيل الجامعة الدكتور عبد العزيز الرويس عن شركاء الجامعة في تحقيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية. تعرفون أن التعاملات الإلكترونية بدون شركاء لا يمكن نجاحها، ومظلتنا الأولى في الشركاء هي وزارة التعليم العالي، والحمد لله
ننظر اليوم إلى في هذا اليوم المبارك إلى خدمة فعلا تترجم ما بين الجامعة وبين وزارة التعليم العالي في برنامج مبتعث. وأما تعاملنا الحقيقة مع وزارة المعلومات، وزارة اتصالات تقنية المعلومات، فأعتقد أن برنامج القبول الإلكتروني الموحد كل الحقيقة المملكة تلمس آثاره تسهيلا لأبنائنا الطلاب والطالبات. فمثل هذه الخدمات بدون الشركاء لا يمكن نجاحها. هذه المحطة التي نعقدها كل سنة الهدف منها حقيقة هو إعلامي لا شك، لكنه ليس دعائي. الإعلامي بحتى أن يكون المستفيدين في أوجه الحقيقة استخدامهم أو اهتمامهم باستخدام هذه الخدمات المفيدة. فبدون الاستخدام الحقيقة أن يكون كل هذا الجهد وليد نجاح. الأمر الثاني هو الحقيقة محطة أخرى أيضا لزملائنا في أعمال التعامل الإلكتروني والاتصالات في مراجعة أيضا أعمالهم توحيدا للجهود وأيضا تقييما لها حتى أن تكون هذه الخدمات على المستوى المطلوب. المسيرة الحقيقة طويلة، ولهذا الحقيقة نجعلها مستمرة خلال هذه السنوات القليلة الماضية، لأننا الآن كما ذكر الزملاء 200 خدمة إلكترونية، عدد كبير جدا، لكن الحقيقة المسيرة لا زالت طويلة، لأننا فعلا حتى ننتقل إلى تعاملات إلكترونية لابد حقيقة أن نمر بهذه المسيرة الطويلة، ونحتاج حقيقة إلى معدل إنجاز أكثر حتى نستطيع أن نقطع هذا الطريق الطويل بأقصر وقت ممكن. شهد الحفل إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، منها البوابة الموحدة للخدمات الإلكترونية، ونظام قاعدة البيانات للإنتاج العلمي للجامعة، ومحرر ويزرد لإنشاء وإدارة تحرير مواقع للمجاميع البحثية، وخدمة الجولة الافتراضية المواكبة لأحدث التقنيات التي تعتمد على تقنية خرائط جوجل وتقنية تصوير البانوراما وبرنامج مبتعث وتطبيق ويندوز 8. حقيقة رصدا للمسيرة التي بذلت من 5 سنوات الماضية بالذات نلاحظ حقيقة قفزة كبيرة كما تفضلت، لكن كما ذكرت في كلمتي المسيرة طويلة جدا، الطريق طويل جدا، لأننا حتى نتحول من تعاملات تقليدية ورقية إلى تعاملات إلكترونية بحجم هذا العمل الموجود في جامعة الملك سعود وكذلك في التعاملات الحكومية، فالطريق طويل جدا، والحقيقة مهما بذلنا من إنجازات فالطريق لا زال طويلا، ولهذا نحتاج إلى معدل في هذه الإنجازات مضاعفا في السنوات القادمة إن شاء الله. تحت عنوان تقنيات ذوي الاحتياجات الخاصة، نظمت كلية علوم الحاسب والمعلومات الندوة الوطنية 4 للمعلوماتية. افتتح الندوة معالي الدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنين بحضور عميد الكلية الدكتور حسام رمضان وعدد من الباحثين والمهتمين بتقنية المعلومات لذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد الدكتور آل الشيخ في كلمته أن خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة حق للوطن والمجتمع على العلماء والمؤسسات العلمية والأكاديمية. أيها الإخوة والأخوات، كم هو سار ومفرح أن تزيد هذه الملتقيات والندوات المعرفية في المجالات الدقيقة والحيوية في بلادنا، ويزيد هذا السرور إن كانت الكليات المتخصصة في جامعاتنا بخبرائها وبعلاقاتها المعرفية وبدراساتها المسحية المتخصصة هي من يحدد الأولويات في الموضوعات ذات الصلة بالواقع ويتبناها ويخطط لتنفيذها. لكن الأكثر سرورا أيضا حينما نسخر في مثل هذه الندوات الخبرة والبحث والتجربة في خدمة من يتطلع إليها ويحلم بها من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن أهلهم وذويهم ومن يهتم لشأنهم، فذلك يعد جزءا من حق وطننا ومواطنينا ومجتمعنا بجميع فئاته على العلماء والمؤسسات العلمية والأكاديمية، كما يعد تعزيزا كبيرا لقيم المسؤولية الاجتماعية والقيم العليا التي أكدها ديننا وحثت عليها أخلاق هذا المجتمع الكريم وقيمه وحضوره الحضاري. استمرت الندوة ليومين
وتضمنت 6 جلسات علمية وحلقتي نقاش ناقشت استخدام تقنية المعلومات للمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والتقنيات والتطورات الخاصة الموجهة لهذه الفئة في مجال التعليم والتربية والصحة، بالإضافة إلى أفضل الممارسات في التعلم والتعليم. وقعت الجامعة ممثلة بالمركز الوطني لأبحاث الشباب ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للسجون اتفاقية تعاون تحت عنوان مبادرة حياة. وقع الاتفاقية نيابة عن الجامعة الدكتور بدران العمر مدير الجامعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث الشباب، وعن وزارة الداخلية معالي اللواء الدكتور علي بن حسين الحاثي مدير عام السجون. نصت الاتفاقية على إنشاء برنامج مشترك يهدف إلى تزويد المساجين بالمهارات الحياتية اللازمة للتعامل مع المجتمع بطريقة إيجابية بعد انتهاء محكوميتهم. يتضمن البرنامج جلسات حوارية يديرها مجموعة من الخبراء في علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الشريعة من المركز الوطني لأبحاث الشباب. يشار إلى أن المركز الوطني لأبحاث الشباب يعد مرجعا وطنيا يهتم بقضايا الشباب ويعمل على معالجة مشاكلهم من خلال البحوث والدراسات وتقديم الاستشارات والبرامج النوعية بأعلى مستويات الحرفية والمهنية. دشن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد العامري الملتقى العلمي السنوي الأول لطلاب وطالبات الدراسات العليا بحضور عميد الدراسات العليا الدكتور إبراهيم الحركان والعديد من الباحثين وطلاب الدراسات العليا. بدأ الحفل بكلمة تعريفية عن الملتقى وأهدافه ألقاها الدكتور الحركان، وتحدث الدكتور العامري عن أهمية البحث العلمي ودوره في ريادة وتميز الجامعة. طبعا كل الشكر والتقدير للأخوة في عماد الدراسات العليا على تنظيم هذه الفعالية، واللي حقيقة انتظرناها طويلا، لكن الحمد لله أنها في نهاية الأمر تمت، وإن شاء الله أن تكون منطلق فاعل جدا في المستقبل إلى تفعيل البحث العلمي في الدراسات العليا، لأننا نعتقد أنه لا يمكن أن تكون الجامعة رائدة إلا إذا كانت الدراسات العليا فيها رائدة ومتميزة. فريادة الجامعة مربوطة في ريادة الدراسات العليا فيها، ومتى ما كانت الدراسات العليا مميزة فنعتقد أنه هذا مؤشر على أن الجامعة ستكون أيضا رائدة ومميزة وستكون في مصاف الجامعات الرائدة عالميا. شهد الحفل تكريم الراعي البلاتيني للملتقى المهندس عبدالله بقشان وشريك المسؤولية الاجتماعية بنك البلاد والراعي الإعلامي للملتقى جريدة الرياض. صاحب الملتقى معرض افتتحه الدكتور العامري ضم الملصقات البحثية الفائزة لطلاب وطالبات الدراسات العليا. وكانت اللجنة العلمية للملتقى قد استقبلت أكثر من 300 ملصقا بحثيا في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية والصحية، وقامت اللجنة بفرزها وفق معايير علمية آخذة في الاعتبار الاختيار المحكم في مجال البحث، وتم اختيار 90 ملصقا للمشاركة والفوز بجوائز الملتقى. يعد الملتقى الذي يهتم بأبحاث طلاب الدراسات العليا العلمية الأول من نوعه محليا وإقليميا، ويهدف إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي في مجتمع الجامعة. تحت عنوان شراكة متكاملة نظمت كلية علوم الأغذية والزراعة يوم المهنة 8، رعى فعاليات اليوم الدكتور محمد سديري وكيل الجامعة لتطوير الأعمال بحضور عميد الكلية الدكتور فهد البركة ووكلاء الكلية وقيادات العديد من الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة بالتخصصات الزراعية. شهد افتتاح يوم المهنة تكريم الهيئات والمؤسسات الراعية والمشاركة فيه، كما شهد الحفل توقيع اتفاقيات للتعليم التعاوني بين الكلية وكل من شركتي المراعي المتخصصة في المنتجات الغذائية وشركة عذيب للصيانة والخدمات. صاحب يوم المهنة معرض افتتحه وكيل الجامعة لتطوير الأعمال الدكتور أحمد السديري،
عرضت فيه الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجالات الأغذية والزراعة الفرص الوظيفية المتاحة لديها لخريجي الكلية. هدف يوم المهنة إلى إيجاد شراكة متكاملة بين الكلية وقطاعات سوق العمل، وإتاحة الفرصة لطلاب الكلية للقاء المباشر مع أرباب العمل والتعرف على مجالات التوظيف لديهم ومعرفة المهارات المطلوبة للالتحاق بها. كما يتيح يوم المهنة الفرصة لجهات العمل للتعرف على تخصصات الكلية المختلفة وإمكانية خريجيها العلمية ومدى إمكانية الاستفادة منهم. برعاية الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، نظم كرسي أبحاث الزراعة الدقيقة بكلية علوم الأغذية والزراعة ورشة عمل بعنوان تقنيات الرسمدة الدقيقة. اشتمل برنامج الورشة على جلستين ضمت 4 محاضرات تناولت الزراعة الدقيقة والري باستخدام معدل التطبيق المتغير ونتائج مشروع الرسمدة الدقيقة. قدم المحاضرة الأولى بعنوان مقدمة عن الزراعة الدقيقة الدكتور خالد القعدي المشرف على كرسي أبحاث الزراعة الدقيقة. يشار إلى أن الدكتور خالد القعدي حاصل على الدكتوراه في الهندسة الزراعية من جامعة كولورادو الأمريكية، وله العديد من الأبحاث المنشورة في مجلات علمية محكمة، وهو عضو في العديد من الجمعيات العلمية الدولية المتميزة. استضاف قسم الهندسة الكيميائية السبت الماضي البروفيسور الألماني أندرياس كلامت الذي قدم محاضرة علمية بعنوان تاريخ وتطوير برنامج كوزمو لحساب خواص الديناميكا الحرارية. تناول المحاضر آخر التطورات في مجال تحليل الخواص الفيزيائية للموائع. يشار إلى أن البروفيسور كلامت يعمل كأستاذ شرف في معهد الكيمياء النظرية والفيزيائية بجامعة ريجنبرغ الألمانية، وهو حاصل على درجة الدكتوراه من معهد ماكس بلانك للأبحاث المعدنية في عام 1987، وله العديد من الأبحاث في مجالات الفيزياء والديناميكا الحرارية. إلى هنا أعزائي وصلنا وإياكم إلى ختام هذا التقرير، حتى نلقاكم الأسبوع المقبل، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.